خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. أنظار العالم اليوم صوبت باتجاه مدينة لاهاي الهولندية، حيث مقر محكمة العدل الدولية، داخل قاعة هي مقر أرفع هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، وفيها عقدت أولى الجلسات العلنية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. الفريق القانوني الممثل لبريتوريا قدم من الأدلة ما يثبت تورط حكومة وجيش دولة الاحتلال في تلك الجرائم، فما بين قتل المدنيين العزل والإضرار بهم جسدياً وعقلياً ودفعهم للنزوح القسري وانعدام الأمن الغذائي، تراوحت صور الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القطاع المنكوب والتي قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة، اتهامات تنكرها بالطبع تل أبيب، تنكرها من قبل نظر تلك الدعوة وبعدها، إنكار وصل حد الجنون، إنكار لمشاهد الدماء والأشلاء، للمنازل المهدمة بفعل القصف الدامي، المنازل المهدمة على رؤوس الأبرياء. خرج علينا بنيامين نتنياهو ليقول معلقا: رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، في لاهاي قلب العالم رأسا على عقب، تصوروا. ويتابع نتنياهو قائلا: إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بينما إسرائيل هي التي تحارب الإبادة الجماعية. جيشنا، والكلام ما يزال لنتنياهو، جيشنا هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم. تخيلوا، جيش إسرائيل هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم. نحن نعيش مأساة دامية دون شك، لكن فيها دون شك أيضا مشاهد هزلية، منها مثلا أن يقول واحد ممن سيسجل لهم التاريخ بأنهم ارتكبوا بعضا من أفظع الجرائم ضد الإنسانية على الإطلاق، ضد الإنسانية وضد الأخلاق، أنه يقول جيشنا هو أكثر الجيوش أخلاقية. تعمل تل أبيب على قلب الاتهام رأسا على عقب. الرد يأتي عبر فريقها القانوني الذي سنتابع ما سيقوله في جلسة يوم غد الجمعة. إسرائيل ستبني دفاعها على اعتبار ما تشنه من عدوان في غزة لما يقارب 100 يوم مجرد رد فعل ودفاع عن النفس بعد طوفان الأقصى. دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل شقان اثنان: الأول عاجل ويعنى بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، الآخر موضوعي يتضمن التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. أياً كان ما ستقرره محكمة العدل الدولية في كلا الشقين، فإن جرائم الاحتلال وجند الاحتلال طيلة ما يزيد على 3 أشهر في غزة سيوثقها التاريخ ويخلدها. أين سيضعها التاريخ؟ هذا ما سنتابعه معا إن كتب الله لنا طول العمر. غالبا ما سيضعها إلى جوار تلك الجرائم التي ارتكبها وحوش الإنسانية على مدار التاريخ. الأسماء تعرفونها، حتى وإن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. بعد أكثر من 3 أشهر على بدء عدوانها العسكري على غزة، تجد إسرائيل نفسها ماثلة أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، والاتهامات تلاحقها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق مدنيين عزل. في محكمة العدل الدولية بلاهاي
عقدت أولى جلسات الاستماع العلنية في الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية بسبب قصفها سكان قطاع غزة. أعضاء الفريق القانوني لجنوب أفريقيا استعرضوا أمام المحكمة بعضاً من الإحصاءات التي تدلل على فداحة ما ارتكبته إسرائيل بحق القطاع وأهله، وثقوا تعرض 247 فلسطينياً في غزة للقتل كل يوم، وأن أكثر من 10 أطفال يتم بتر أطرافهم يومياً، فيما دمر القصف الإسرائيلي 60% من المنشآت التعليمية في القطاع. الفريق القانوني شدد كذلك على أن الأدلة التي قدمها للمحكمة الدولية تؤكد أن أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية، وأن تصريحات مسؤولي حكومة وجيش الاحتلال تثبت نية تل أبيب ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وتحظى الدعوة التي حركتها بريتوريا بدعم واسع من جانب عدة دول ومنظمات، ما جعل جنوب أفريقيا تدفع نحو اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة لمنع الإبادة تجاه الفلسطينيين وتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. بينما الموقف في تل أبيب بعد انعقاد الجلسة كما سبقها، وهو رفض الاتهام بالإبادة الجماعية والتمسك برواية الدفاع عن النفس بعد هجوم 7 أكتوبر، فبأي حكم ستقضي محكمة العدل الدولية؟ تنضم إلينا الآن مشاهدي الكرام الزميلة جمانة هاشم مفادة القاهرة الإخبارية إلى لاهاي. مرحبا بك جمانة، ما أهم انطباع خرجت به من متابعتك التي أعرف أنها متابعة يعني تفصيلية للجلسة في محكمة العدل الدولية؟ تفضلي. شكرا لك زميلي العزيز محمد، استمعت لكلماتك والتي أثرت في حقيقة. التاريخ كتب بالفعل، كتب بدماء أطفال غزة، بنسائها، بشعبها، كتب اليوم وأمس وسيكتب غدا في جلسة الاستماع المرتقبة، لكي نسمع ماذا ستقول إسرائيل أمام المجتمع الدولي لتدافع عن مثل هذه التهمة الخطيرة التي وجهت إليها، تهمة الإبادة الجماعية. سنسمع رأي الحلفاء الذين قدموا الدعم الكافي لتنفيذ هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني إذا تم يعني صدور قرار من قبل محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة. نأسف لأن مسألة إثبات التهمة على إسرائيل ربما ستستغرق سنوات وربما أشهر، لا نعلم حقيقة ما هي الإجراءات الكافية للوصول لهذه النتيجة في نهاية المطاف. ولكن ما توقفنا عنده اليوم هو التصريحات العنصرية والتحريضية التي استندت عليها جنوب أفريقيا في مذكرتها المكونة من 84 صفحة. يقال عنها في الداخل الإسرائيلي: ثرثرات الأفواه الكبيرة لعقول السياسيين الصغيرة. هكذا بالفعل استمعنا على مدى الشهور الماضية لمثل هذه التصريحات الاستفزازية، تصريحات تخرج في توقيت يعني ونحن نشاهد على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام الأطفال وهي تموت في غزة نتيجة لاستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي للمدنيين. أن تهدم البيوت على رؤوس سكانها بهذه الطريقة. نحن توقفنا اليوم في جلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة متتالية تعرض فيها جنوب أفريقيا كافة الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في حربها على أهالي قطاع غزة، ترصد كيف نفذت وفي طريقها لتنفيذ وإكمال مهمتها بالإبادة الجماعية لكل الشعب الفلسطيني داخل القطاع دون تمييز. يعني استمعنا اليوم أيضا لبعض الصحفيين للمسيرات التي جابت شوارع مدينة لاهاي أثناء جلسة الاستماع لممثلين جنوب أفريقيا وما تقدموا به. يعني الدعم كبير جدا لهذه الخطوة من قبل جنوب أفريقيا،
وكبير جدا حتى على المستوى الأوروبي، ليس فقط هنا في مدينة لاهاي ولكن في بعض العواصم الأوروبية وفي لندن أيضا خرجت مسيرات. نحن نشاهد اليوم وغدا ربما تغييرا جذري في صورة إسرائيل أمام العالم. هذه الدولة التي سعت على مدى عقود أن تروج وتسوق لديمقراطيتها أمام العالم، الولايات المتحدة من ساندها على مدى هذه العقود، بريطانيا، الجانب الأوروبي، الكل هنا في الغرب قدم الدعم لإسرائيل، الدعم الكافي لكي ينتهي بها المطاف بتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني ابتداء من الأطفال. التاريخ بالفعل سيكتب بدمائهم. كل ما ننتظر غدا أن نشاهد ماذا ستقول إسرائيل على هذه التهم وترد على وثيقة مكونة من 84 صفحة توثق بالأدلة وتستند ل19 مادة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الوثيقة. أنت تعرفين طبعا ربما تجنبت الكثير إسرائيل من مشاهدين الكرام يعرفون السبب الذي جعل إسرائيل في صدارة الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، لأنها تريد باستمرار تذكير العالم بالمحرقة النازية، ثم إذا بها تنفذ محارق مشابهة إن لم تكن أكبر. يا جمانة، لأنه لم يكن معروف حينها بأنها ستنفذ ذلك بعد نحو 70 عاما، لذلك هي تناست هذا الأمر وهي توقع وتصادق على هذه الاتفاقية. لم يكن في بالها يمكن أن نقول حينها بأنها ستقدم على هذا الفعل الشنيع، أو لم تكن تتوقع بأنها ستحصل على الضوء الأخضر لتنفيذ ذلك. صحيح. جمانة، كنت أسألك عن انطباعك المباشر وأنت تتابعين، هل شعرت بأن هناك أجواء من التعاطف مع الكلام شديد الدقة والموضوعية والمرتب بإحكام شديد من قبل وفد جنوب إفريقيا؟ دعيني أقول لك مثلا إنه الاستشهاد بالمقولة المذهلة لمارتن لوثر كينج، لا تكتمل الحرية لأحد ما دام هناك مستعبد واحد باق على ظهر الأرض، يعني هذا هو صلب الموضوع يا جمانة. جنوب إفريقيا تضع يدها في هذه القضية التي يظن أنها قضية عربية لكي تثبت للعالم أنها قضية عالمية، قضية تهم كل الإنسانية، كل شخص يريد أن يتمتع بحريته بأن يدرأ الاستعباد عن شعب آخر. تفاعلوا هنا في الغرب أو لم يتفاعلوا عزيزي محمد، الأمر في نهاية المطاف يتعلق بجريمة لا يمكن 153 دولة أن تتجاهلها أو أن تدعي بأنها لم تشاهد الوثيقة. ربما الجميع الآن يجب عليه وفورا دعم وقف العمليات العسكرية داخل القطاع، وإلا انقلب الحال على الجميع. الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، أوروبا في مأزق، بريطانيا في مأزق، الكل بدأ يغير لهجته الحادة تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه ما حدث حتى في 7 أكتوبر وتجاه السياسة المتبعة تجاه القضية الفلسطينية. ربما استمعنا اليوم لتصريحات بلينكن، هو يتحدث ببساطة عن مسألة حل الدولتين. الآن بدأ الحديث يدور عن حلول سريعة للقضية الفلسطينية، هناك خشية حقيقية من إدانة إسرائيل، وبالنظر للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، اتفاقية الإبادة الجماعية، سيحاسب المتورط والمتواطئ والذي قدم مساعدة للجهة التي سعت إلى تنفيذ هذه الجريمة. إذن الكل يشعر بأنه في مأزق، وخاصة أن جنوب أفريقيا كان لها ماضي يتعلق بنظام الفصل العنصري، بنظام الأبارتهايد، فالكل يجب عليه حتى وإن كان لم يكن مقتنع أن يدعي بأنه متعاطف بعد
مشاهدة والاستماع إلى هذه الجلسة. الجميع يهرول الآن لكي يبدي هذا التعاطف، لكي يضغط على إسرائيل، لكي يرجو إسرائيل الاستماع لهم ووقف هذه العمليات ووقف قصف المدنيين الأبرياء. جمانة، نحن يعني نعول عليك صراحة لمواصلة تغطية هذا الحدث الذي نظنه الأبرز في سياق هذه الجريمة البشعة التي ترتكبها إسرائيل طوال الأشهر الثلاثة الماضية. يا جمانة، نثق في أنك ستنقلين لنا غدا رسائل مهمة وتفصيلية عن الرد الإسرائيلي الذي يمكن أن نتوقع علامة سيتمحور، لكن نحن نثق في أن لنا عينين ثاقبتين هناك في لاهاي. أتحدث عن عيني جمانة هاشم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك زميلي العزيز محمد. شكرا لك. مشاهدي الكرام، سأجرؤ على تعديل طفيف لاستشهاد، لجملة استشهد بها من تحدثوا بلسان جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جملة قالها نيلسون مانديلا. ومن الطبيعي أن يستشهد الجنوب إفريقيين بنيلسون مانديلا، الزعيم الأيقوني قاهر التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا وفي العالم. دعونا نقول نيلسون مانديلا قال جنوب إفريقيا جزء من الإنسانية. هو يتحدث هنا عن العبء الإنساني الملقى على كواهل الذين استطاعوا أن يقهروا نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وألا يحولوه بعد انتصارهم إلى مذبحة. هو يقول نحن جزء من الإنسانية، كل هم الإنسانية هو هم هؤلاء الذين انتصروا على نظام الفصل العنصري، أسوأ سبة ضد الإنسانية في القرن العشرين. سأعدل هذه المقولة لأقول إنه جنوب إفريقيا الآن لم تعد فقط جزءا من الإنسانية، جنوب إفريقيا الآن في طليعة الإنسانية. هذا بالنسبة لي على الأقل أمر مقطوع به في هذه اللحظة. جنوب إفريقيا هي طليعة الإنسانية. لمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام حول المسائل القانونية والفنية خلال مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، يشرفنا الآن من باريس عبد المجيد المراغي، المحامي الدولي وعضو فريق الادعاء لملاحقة الجرائم الإسرائيلية في الجنائية الدولية. نشرف بك سيد الكريم. وسؤالي الأول هو عن الجدول الزمني، متى تتوقع إن يعني كان ما نريده سيحدث، إن كان ما نتطلع إليه سيحدث، متى تتوقع أن يصدر القضاة حكمهم بإيقاف المذبحة؟ تحية لك سيدي ولمشاهدي القناة. طبعا محكمة العدل تتميز في مسارها لأنها لها مدد محترمة ولها يعني أجالات تحترمها كثيرا، ليست كباقي المؤسسات الدولية الأخرى. فبالتالي بعد مرافعة الاحتلال الإسرائيلي غدا والتي سيكون في وفي قفص الاتهام وسيكون في موقع المدافع ليس إلا، سيأخذ القضاة مدة للمداولة لن تتجاوز 10 أيام من أجل أن يصدروا قرارا. هذا القرار على أي كيفما كان شكله سيكون قرارا تاريخيا. يكفي اليوم، اليوم كان يوما تاريخيا، اليوم أدخلت القضية الفلسطينية من باب التاريخ، أدخلت من باب التاريخ على يد جنوب إفريقيا. فبالتالي كان يوما للعدالة، لإعادة العدالة على سكتها الصحيحة، يوم تصالح فيه العالم مع شيء اسمه العدالة الدولية. هذا اليوم سيكون يوما محرجا لجزء مهم من هذه العدالة وهي العدالة الجنائية ممثلة في الجنايات الدولية. نحن متأكدون بأن موقف المدعي العام في الجنائية الدولية هو موقف حرج الآن مما يقع أمام محكمة العدل الدولية، وما سيصدر عن محكمة العدل الدولية سيكون طوقا
أيضا في عنق المدعي العام للجنائية الدولية، لأن الأمران مرتبطان، لأنه سيبنى على ما يصدر عن محكمة العدل، سيبنى عليه أمام محكمة الجنايات الدولية. ونحن جد متفائلين بناء على ما سمعناه وما قرأناه في المرافعات المكتوبة والشفوية للفريق القانوني المتميز لجنوب إفريقيا. نحن متفائلون بأن يكون القرار قرار إيجابي نحو بداية إدانة باستعمال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والأمر العاجل بوقف إطلاق النار ووقف أعمال الإبادة الجماعية، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، لأن عدم السماح بإدخالها وركن من أركان جريمة الإبادة الجماعية، لأن الغرض منه هو إلحاق الضرر بأهل غزة، وهو هذا بند موجود داخل المادة الثانية من جريمة الإبادة، اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية. إن كان ما فهمته صحيحا أستاذ عبد المجيد، خلال أسبوعين لا أكثر يمكن أن يصدر هذا الأمر إن كانت تطلعاتنا يعني ستصدق. نعم، لأنه هذه القرارات قرارات استعجالية. لهذا لما تقدمت جنوب إفريقيا في 29 من ديسمبر لم يأخذ الأمر أقل من أسبوعين. برمجت الجلسة، تم برمجة الجلسة وتمت المرافعات اليوم، وهذا المرافعات معنا في أجل قصير جدا. لماذا؟ لأن التوجه إلى محكمة العدل الدولية ليس في إطار الموضوع. الموضوع سيؤجل النقاش فيه لأنه سيأخذ مددا طويلا، سيأخذ سنة أو سنة ونصف أو سنتين، لكن الآن ينبغي أن نستصدر قرارات أولية. لذلك إذا لاحظتم بأن فريق القانوني لجنوب إفريقيا أصر على أن يبقى الحال على ما هو عليه، بمعنى أن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر من أجل أن تطلع على الوضع قبل أن يقوم بتغييره على أرض الواقع، بمعنى أن معالم جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن تبقى على حالها إلى حين أن يطلع عليها فريق الخبراء الذي سيؤسس، وهذا أمر استعجالي. ثم وقف أعمال الإبادة الجماعية هذا أمر استعجالي، لن يتطلب شهور أو سنوات على الإطلاق، هذا نحن نتوقع في 10 أيام، لأن هذا ما جرى عليه العمل في محكمة العدل الدولية في مثل هذه القرارات، لأن هذا قرار وقتي أو قرار مؤقت على سبيل الاحتراز وعلى سبيل الاستعجال، فبالتالي هو قرار مستعجل لن يتجاوز 10 أيام، سيبت فيه القضاة 15 طبعا بالتداول بينهم، وطبعا عبر التصويت وعبر الإجراء المتعارف عليه في النظام الأساسي للمحكمة. كل قاضي قاضي من 15 سيعد تقريرا خاصا بما استمع إليه في المرافعتين. بعد ذلك سيتم جمع كل تلك التقارير في تقرير يلخص كل عمل من أعمال هؤلاء القضاة، وسيحتكم بعد ذلك إلى تصويت القضاة، وإذا يعني سيخرج القرار بعد ذلك بإجماع القضاة 15. سيد الجليل، بالنسبة لقناة أخبار كالقاهرة الإخبارية، نحن نغطي 24 ساعة هذه المصيبة الفظيعة، هذه الجريمة متعددة الأوجه التي تحدث في غزة منذ بدايتها، ولهذا ربما لا نفهم بوضوح هؤلاء القضاء الأجلاء، يعني لماذا يحتاجون إلى مرافعات وكلام؟ ألم يكونوا يتابعون؟ هل أنا مخطئ في ذلك؟ يعني هل يدخل ضمن قرارهم، ضمن حيثيات قرارهم والدوافع التي ستقود إليه، هل تدخل المعرفة العامة، معرفتهم كأشخاص بما حدث، الفيديوهات التي يرونها، الأخبار التي يقرؤونها يا أستاذ عبد المجيد؟ نعم، كما كان في تقديم السيدة رئيسة المحكمة اليوم قالت بأننا سوف لا نبت فيما طلعنا عليه من فيديوهات ووسائل إعلام من قبل، المحكمة تبت فيما يقدم إليها، وهذا هو القضاء حتى في القضاءات الوطنية، القضاء لا يبت إلا فيما يقدم إليه. إلا في الجانب الجنائي فطبعا هناك ادعاء عام يمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه إذا بلغ إلى علمه أن ما ارتكب في مكان ما جريمة يقوم بالتحقيق، لكن هذا ادعاء عام داخل محكمة العدل، لا يوجد ادعاء عام. دعني أقول بأن محكمة العدل الدولية، ولكأننا نتحدث عن القضاء المدني، نعم، ومحكمة الجنائية الدولية نتحدث عن القضاء الجنائي، لذلك
المادة 15 من اتفاقية نظام روما المؤسسة الجنائية الدولية ماذا تقول؟ تقول بأنه للمدعي العام متى تشكلت قناعته بأنه ما يرتكب في منطقة ما جريمة ضد الإنسانية أو جريمة عدوان أو جريمة إبادة، حق له أن يأمر بفتح التحقيق بعد استشارة الغرفة التمهيدية للمحكمة. فبالتالي هناك جهة ادعاء في محكمة العدل أمر مختلف، ينبغي أن يشتكى إليها، أن يتقدم إليها، خاصة أنها مختصة ليست في الأمور الجنائية من هذه الجرائم، هي مختصة في تفسير وفي الحرص على احترام اتفاقيات بين الدول. صحيح. أو اتفاقيات عموما ما دامت هناك اتفاقية، لأن الأصل في هذه الدعوة هو اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية. أن جنوب إفريقيا اشتكت الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل لعدم احترام اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية، لأن إسرائيل عندما صادقت على اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية لم تتحفظ على المادة التاسعة. هذه المادة التاسعة ماذا تقول؟ أنه في خلاف في تفسير بنود هذه الاتفاقية وعدم احترام بنودها يتم الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. كذلك الأمر لجنوب إفريقيا، كذلك الأمر وافقت صادقت ولم تتحفظ. وماذا يعني؟ يعني بأن إسرائيل قبلت بمحكمة العدل حكما وقاضيا، ولهذا جاءت مرغمة ولم تأتي شطارة منها، هي جاءت مرغمة. صحيح. أنت تفسر لنا الآن يا أستاذ عبد المجيد لماذا عجزت إسرائيل عن إدارة ظهرها لهذه الدعوة الجنوب إفريقية؟ لأنه في الأغلب إسرائيل تنظر من علن وباستخفاف لكل الدعوات المشابهة. صحيح، لكن هذه المرة هي متورطة، لأن هي من واضعي هذه الاتفاقية، كما قلت في مقدمتكم الشيقة، هي من واضعي هذه الاتفاقية، وهي من صدق على هذه الاتفاقية دون أن يتحفظ. هناك العديد من الدول العربية وقعت على هذه الاتفاقية لكن تحفظت على المادة التاسعة، لهذا هذه الدول لا يمكن لها حق لها ولا يمكنها أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية كي تخاصم إسرائيل، لأنها لم تصادق على هذه المادة، وكأنها لا تعترف بمحكمة العدل الدولية حكما في هذه الاتفاقية. العديد من الدول، من دول الخليج، من دول شمال إفريقيا، من العديد من الدول سواء العربية أو الإسلامية أو غيرها. لذلك عندما نحن توجهنا بطلب لعدد من الدول كان العائق دائما، وعندما نطلع على شكل التصديق نجد بأن هناك تحفظ على المادة التاسعة. لذلك كان التوجه إلى محكمة إلى جنوب إفريقيا، عندما توجه الفريق القانوني بهذا الطلب لعدد من الدول توجه إلى جنوب إفريقيا طالبا منها أن تقوم بهذا الإجراء، وإذا كانت صديقة حقا للشعب الفلسطيني ولأهل غزة أن تتبنى هذه الخطوة. فكان ذلك من جنوب إفريقيا التي تبنت هذه الخطوة من تلقاء نفسها، وتبنت خطوة هي أخطر منها كذلك. لا ننسى بأن جنوب إفريقيا قدمت إحالة للجنائية الدولية من شهر قبل أن تقوم بهذه الدعوة، قدمت إحالة هي والخمس دول، بوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي، هذه دول أعضاء داخل الجنائية الدولية، قدموا إحالة. وموضوع مفهوم الإحالة هذا مفهوم مركزي داخل عمل محكمة الجناية الدولية. الإحالة هي أكبر من الدعوة، أكبر من الشكاية، هي إحالة من دول أعضاء. المدعي العام للجنائية الدولية هو الآن في ورطة، لأن بين يديه إحالة من خمسة دول أعضاء، فبالتالي هو مضطر لفتح تحقيق، مضطر لإصدار مذكرات، ونحن ننتظر القرار الذي سيصدر عن الجنائية، عن محكمة العدل الدولية، كي نذهب به إلى الجنائية الدولية على اعتبار أنه اجتهاد قضائي من أسمى جهة قضائية في العالم. أستاذ عبد المجيد، حضرتك شرحت لنا الآن وإن في عجالة كواليس اللجوء إلى جنوب إفريقيا واستنفار هذا البلد النبيل لكي يرفع هذه الدعوة القضائية. أرجوك فصل يا أستاذ عبد المجيد، كيف بدأتم؟ بدأنا في الأسبوع الثالث صراحة من أكتوبر، بدأنا في الفكرة، هيئنا المراسلة، لأن الإجراء يتم بهذا الشكل. ينبغي على الدولة قبل أن تلجأ إلى محكمة العدل ينبغي أن تخاصم تلك الدولة عبر مراسلة شفوية، وهي مكتوبة لكن هي في الإجراء يسمى شفائية أو شفوية. فهيئنا مراسلة لمخاصمة الدولة معينة لإسرائيل حول عدم احترامها لاتفاقية جريمة الإبادة الجماعية. توجهنا بهذا المقترح إلى دول صديقة كي تساهم معنا في يعني تشكيل قناعة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. فتم التواصل مع بعض الدول، لكن للأسف الشديد هذه الدول كانت تحب أن تتوجه لمحكمة العدل الدولية، لكنها
لها متحفظة، لكنها تحفظت على المادة التاسعة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية يشترط عدم التحفظ على المادة التاسعة. لذا لن يثار نقاش المقبولية من عدمه من محكمة العدل. هذا النقاش لن يثار، لأنه كلتا الدولتين لم تتحفظ على المادة التاسعة. بعد ذلك توجهنا الفريق القانوني، توجه إلى جنوب إفريقيا، والتي قبلت بدون أي تلكك بأن تتبنى هذه الدعوة، وأعطت لنفسها أجلا من أجل أن تصفي الصفة الرسمية على تلك المراسلات، وخاصمت الاحتلال الإسرائيلي، ووجهت له رسالة شفهية، وأعطته المهلة اللازمة المنصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة، أعطته مهلة ما يزيد عن شهر ونصف، ولم يرد الاحتلال على مراسلة جنوب إفريقيا. فآنذاك القانون الداخلي يعطي الحق لجنوب إفريقيا أن ترفع تلك الدعوة، فرفعتها للدعوة. هذا هو الإجراء الذي تم من طرف خفي، هذا هو الإجراء الذي تم من طرف خفي من الفريق القانوني، وهذا هو الإجراء الذي أتته جنوب إفريقيا وقامت به جنوب إفريقيا من طرف خفي كذلك أمام محكمة العدل. خاصمت الاحتلال عبر مراسلة شفوية، بعد ذلك توجهت بدعوة كتابية إلى محكمة العدل الدولية، والتي نحن متفائلون كما قلت وأؤكد، نحن جد متفائلين بأن القرار سيكون قرارا تاريخيا يعيد العدالة إلى سكتها، وقرار إدانة، وقرار يأمر بوقف العدوان ووقف الإبادة الجماعية. وقرارات محكمة العدل هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن، حائزة لقوة الشيء المقضي به وملزمة. سيدي الأكرم، يعني أنا في غاية الامتنان لأنك فسرت لي يعني السبب الذي يجعل هذه الدعوة ترفع من جنوب إفريقيا. طبعا نحن نقدر لجنوب إفريقيا تفهمها ومبادرتها، لكن السؤال الذي يشغل مواقع التواصل في شقها العربي هو لماذا لم تأتي هذه الدعوة من دولة عربية أو إسلامية؟ الآن أنت فسرت لنا معظمها كما تفضلت متحفظ على البند التاسع، لماذا يتحفظون على البند التاسع سيدي؟ هذا معروف في الاتفاقيات، الدول غالبا عندما توقع اتفاقية من اتفاقيات تحفظ على بعض البنود. هذه الدول لم تقبل بمحكمة العدل حكما، هي اختارت محكمين خارجيين. أحيانا عندما يكون خلاف في تفسير اتفاقية، بنود اتفاقية معينة، يتم اختيار محكمين من غير محكمة العدل الدولية، وهذا وارد في القانون الدولي. ويمكن لهؤلاء المحكمين أن يكون قضاة داخل محكمة العدل، يمكن في القانون الأساسي لمحكمة العدل يسمح لقضاتها أن يكونوا محكمين في تفسير بنود اتفاقيات. فبالتالي هناك مجموعة دول متحفظة على المادة التاسعة، والتحفظ على المادة التاسعة يمنع اللجوء إلى محكمة. إذا ما لجأت دولة متحفظة ورفعت دعوة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، آنذاك ستثار مسألة المقبولية، حتى ولو كانت فلسطين. صحيح. لو كانت مثلا السلطة الفلسطينية رفعت دعوة، وهي دولة عضو في هذه الاتفاقية، وفلسطين لم تتحفظ على المادة التاسعة، ولكنها ذكرنا أستاذ عبد المجيد بالمادة التاسعة في عجالة أرجوك. نعم، ذكرنا بالمادة التاسعة في عجالة. المادة التاسعة تقول بأنه في حالة وجود خلاف في تفسير بنود هذه الاتفاقية، اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية، أو عدم احترامها، يتم اللجوء الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، أو كما جاء في نص المادة بالحرف، يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بمعنى التحكيم يكون في محكمة العدل الدولية. في أي عقد من العقود، سواء كان اتفاقية أو عقود بين الشركات أو عقود بين الدول، دائما نختار جهة الاحتكام إليها في حالة الخلاف. دائما نختار جهة نحتكم إلى من؟ في هذه الاتفاقية تم الاتفاق على أن يتم التحكيم والاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، صادقت عليها بمحض إرادتها بتوقيعها لسنة 1950. إسرائيل وقعت على الاتفاقية سنة 1949 وصادقت عليها سنة 1950 على هذه الاتفاقية ولم تتحفظ، وأنا أقول أنها اختارت محكمة العدل حكما، فبالتالي عليها أن ترضى بأي قرار يصدر عن من هي اختارته بمحض إرادتها. سأسألك دون شك عن افتقار هذه المحكمة إلى قوة لتنفيذ قراراتها، لأن هذا تسبب في بعض الالتباس بالنسبة للمتابعين العرب وهم كثر أستاذ عبد المجيد. لكن قبل ذلك، ما هو تقييمك قانونيا
للكلام الذي قالته جنوب إفريقيا نهار اليوم؟ لأن الإعلام الإسرائيلي يقول إنه كلام إنشائي، استشهادات بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج، يعني هذا يصلح في مقال في نيويوركر أو في مجلة مشابهة، لكن كلام غير قانوني. ما تقييمك أنت؟ صراحة اليوم سمعنا مرافعات قيمة العكس تماما، مرافعات يعني مستوردة من عمق القانون الدولي. عندما نجد وتناغم الفريق، العجيب في اليوم في المرافعات هو كيف تناغم الفريق القانوني وكيف وزع محاور المرافعة بينه، لكل فرد له محور معين في المرافعة، الشق المدني، الشق الإنساني، الشق الجنائي، الشق السياسي، بمعنى أنه كيف كانت هناك مرافعة متكاملة مستندة على أسس واقعية وعلى أدلة على الميدان، بتوثيقات، بتسجيلات، بفيديوهات، بتصريحات سياسيين، ما يزيد في الدعوة، في الدعوة التي فيها 84 صفحة هناك ما يزيد عن 65 تصريح لعدد من السياسيين والعسكريين من أجل التحريض، التي فيها تحريض عن العبادة الجماعية. في الجلسة سردوا بعض التصريحات، لم تتعدى 5 أو 6 تصريحات، ليست إلا جعلوا غزة مقبرة لهم، حيوانات لا تستحق الحياة، أيوة. القصف بالقنبلة الذرية وغيرها من التصريحات كثيرة جدا لعدد المشخصات، بما فيها نتنياهو. اتركوهم يموتون جوعا يا أستاذ عبد المجيد. نعم، الناس تموت جوعا. سيدي، المادة الثانية من اتفاقية جريمة الإبادة ماذا تقول؟ تقول بأنه أي أعمال يكون الغرض منها إلحاق الضرر الكلي أو الجزئي بجماعة ما ويعد جريمة ضد جريمة إبادة جماعية، أي فعل الغرض منه إلحاق الأذى الضرر، هذا الضرر يكون جزئيا أو كليا في حق جماعة، هو يدخل في الإبادة الجماعية. ما هو، أين سنضع منع الماء، منع الكهرباء، منع الدواء، منع الغذاء، استهداف المستشفيات، بماذا نسميه؟ إلحاق الضرر؟ لا نريد أن نلحق، أن نعطي هدية لأطفال غزة ولنساء غزة. إذن إسرائيل هي الاحتلال لا يريد إلحاق الضرر على الإطلاق بمنع الماء والكهرباء، أن يموت الناس عطشا، هذا ليس إلحاق ضرر. كيف يمكن نفسر هذا البند إلا بذلك؟ بماذا يمكن نفسر الحصار؟ بماذا يمكن أن نفسر قطع الماء؟ الناس تموت عطشا، الناس الآن مرضى، الأطفال بالإسهال. يا أخي لا أحب أن أكرر الصور المرعبة يا أستاذ عبد المجيد، لكن ما ينقل إلينا من غزة في الحقيقة يجعل أسود الشعر أبيضه. يعني طبعا هي صور، هي مآسي. أنا أنتظر صراحة مرافعة الاحتلال الذي سيكون في موقع المدافع ليس إلا، لكن دعني أنا أقول أمر مهم جدا، يكفي أن يكون عضوين في فريق الدفاع غدا، وهو المحامي الأمريكي المتورط في جرائم غير أخلاقية، جرائم اعتداء على الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل إسرائيل. يكفيها ذلك فخرا بذلك، ويكفيها فخرا أن يمثلها قاضٍ وهو رئيس المحكمة العليا، والذي هو متورط في الدعوة والتحريض على جرائم الإبادة الجماعية. والمادة الثالثة، الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية تقول: يعاقب بمقتضيات هذه الاتفاقية من يحرض على جريمة الإبادة الجماعية. والقاضي حرض بأقوال مسجلة وقدمها فريق الدفاع في مرافعته الكتابية إلى محكمة الجناية، المحكمة العدل الدولية، فبالتالي هم شخصين مدانين سيمثلان الاحتلال الإسرائيلي. فهكذا نفهم من يكون الاحتلال بمن يمثله. صحيح. صحيح. أستاذ عبد المجيد، أعود بك إلى سؤال القوة القادرة على فرض تنفيذ قرارات هذه المحكمة الجليلة. دعني أتذكر معك سيد الكريم ما قاله المندوب الدائم لدولة الاحتلال حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد قراراتها التي تدين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة. قال: بالنسبة لإسرائيل قراركم هذا، يتحدث عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصور كل دول العالم تقريبا، قراركم هذا لا يساوي حتى قيمة الورق والحبر الذي هو أمامي الآن، أقل من ذلك بالنسبة لدولة إسرائيل.
هل سيكون قرار المحكمة الذي نحن بصدد مناقشته الآن عاجزا بنفس القيمة لدى دولة الاحتلال في رأيك؟ لا نتمنى ذلك، باعتبار أن قرارات محكمة العدل هي قرارات ملزمة وإلزاميتها تأتي كذلك من عضوية إسرائيل في هذه الاتفاقية وقبولها بقرارات المحكمة. هذا من جهة. نحن نعي جيدا بأن عيب القانون الدولي والمؤسسة الدولية هو غياب آليات التنفيذ. ليس هناك جهات تسهر على تنفيذ أحكام، لا محكمة الجناية الدولية ولا محكمة العدل الدولية، علما بأن محكمة العدل الدولية تقول بأنه في حالة تنفيذ، في حالة صدور قرارات أو أحكام، من سيسهر على تنفيذها هي أوكلت الأمر لمجلس الأمن. في المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة يقول بأنه أي قرار يصدر لأي دولة من حق تلك الدولة. هل أذكرك بالفيتو سيء السمعة؟ نعم طبعا، نعم متفق معك، لكن هذا حكم قضائي، فبالتالي الحكم القضائي لا يذهب إلى مجلس الأمن من أجل التصويت، لأن مجلس الأمن ليس من صلاحيته تقييم الأحكام القضائية، لأنه ليست جهة قضائية وليست جهة قانونية، فبالتالي ليس من حقه أن يصوت على حكم. مجلس الأمن عليه أن ينفذ أحكام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أن محكمة العدل الدولية هي جهاز موازي مجلس الأمن في هيكلة الأمم المتحدة، فهو الجهاز القضائي مستقل تماما كاستقلالية مجلس الأمن، أو أكثر قوة وفاعلية من الجمعية العامة، هو على التوازي مع مجلس الأمن، بل أكثر من ذلك، مجلس الأمن يعتبر الآلية التنفيذية لمحكمة العدل الدولية، لأنه الموكول إليه تنفيذ أحكام محكمة العدل دون أن تمر بتصويت. وأنا أقول لا يحتاج حكم أو قرار أو فتوى لا تحتاج لتأييد أو تصويت أو يعني تأكيد مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأنها هي جهة قضائية مستقلة. لكن أنا أعرف أنني أقفز في الزمن، لكن إذا ما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد خلاص نعود إلى المربع الأول؟ لا يمكن استعمل حق النقد، لأنه لا يمكن أن تنقض حكما، لأن هذا الحكم غير قابل للنقد أصلا، غير قابل للطعن أصلا، فلا يمكن أن استعمل حق النقد، لأن هذا قرار هذا حكم محكمة، هذا قرار محكمة. نعم. قرار لا يمكن لجهة سياسية أن تقيم حكم محكمة، لا يمكن، فإلا فقدت المؤسسة، ستفقد قيمتها محكمة العدل. محكمة العدل قراراتها قرارات مستقلة، لا تقيم لا في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة، العكس تماما، تنفذ. مجلس الأمن هو آلية تنفيذية، ينبغي أن ينفذ، أن يصدر قرارات للتنفيذ. ما سيتم نقده هو قرار التنفيذ من مجلس الأمن وليس الحكم. القرار سيبقى سريا، لكن القرار هذا وهذا هو سؤالي يا أستاذ عبد المجيد. أنا علاقتي بالقانون علاقة واهية للغاية، أنت الخبير الأجل، لكن سؤالي هو سؤال التنفيذ في الحقيقة سيدي. لا، أنا أقول لك بأنه تنفيذ هذا الحكم سيبقى موكول لأصحابه، بمعنى أن على السلطة الفلسطينية أن تقتطف هذا القرار وتقتطف وتستغل هذه الفرصة التاريخية من أجل أن تذهب بهذا القرار وتدافع عليه، وأن لا تضيع مشورة 2004 الصادرة في الجدار العنصري، في الجدار الفصل العنصري. 2004 أصدرت محكمة العدل مشورة وقالت بعدم قانونية ومشروعية ذلك الجدار، وليس قرارا، هي مشورة، لأنه التوجه كان من أجل استشارة محكمة العدل في قانونية من عدم قانونية جدار الفصل العنصري. وفي ذلك القرار، وأنا أؤكد نقطة مهمة ستكون غدا، في ذلك القرار نفسه، الحكم أو القرار رقم 131، قالت محكمة العدل وهي ترد على ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنه ببناء الجدار هي تحاول أن تدافع عن نفسها وتحمي حدودها وتحمي نفسها، فأجابت محكمة العدل بقرار رائع جدا، وستسقط غدا. الاحتلال الإسرائيلي يعول أن يستعمل هذه المقولة، يعول أن يقول بأنه غدا يعني أمام الدفاع، أمام المحكمة، أنه في حالة دفاع شرعي، وهذا أمر خطير جدا، لأن محكمة العدل ردت على ذلك وقالت في القرار الصادر 2004 على أنه لا يحق لإسرائيل أن تتمسك بمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعطي الدول الحق في الدفاع عن نفسها في حالة اعتداء عليها. لماذا؟ لأنها لها صفة المحتل. أيوه. والمحتل لا يحق له أن يتضرع بالدفاع عن النفس، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن كل ما الآن يدعي اليوم، بلينكين يتحدث عن الدفاع عن النفس، اليوم نتنياهو يتحدث بالدفاع الشرعي،
الدفاع الشرعي لا يكون إلا للمعتدى عليه صحيح. والذي له حق الدفاع الشرعي. المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يتحدث عن شروط سقوط المسؤولية الجنائية، ويقول تسقط المسؤولية الجنائية على الدولة التي يعتدى عليها أو يتم احتلالها. عندما تقوم بالدفاع عن نفسها، هنا نتحدث عن الدفاع عن النفس، هنا نتحدث عن الدفاع الشرعي في هذه الحالة. فمن يدافع على أرضه هو الذي يتمتع بحق الدفاع عن النفس وليس المحتل. فبالتالي إسرائيل هي متخوفة مما سيبنى على هذا القرار، هي تعي جيدا أنه يمكن أن تقف في وقف تنفيذ هذا القرار، لكن تتخوف مما سيبنى عليه من مذكرة توقيف. نعم، محكمة العدل يحق لها أن تصدر مذكرة توقيف ليس من اختصاصها، لكن محكمة الجناية الدولية لها اختصاص، والمحاكم الأوروبية والمحاكم الدولية الأخرى الوطنية لها اختصاص أن تصدر مذكرة توقيف. سيدي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه ممنوعة من دخول بروكسل، العاصمة الأوروبية وعاصمة بلجيكا، ممنوعة بموجب حكم صادر من المحكمة الجنائية البلجيكية بالتوقيف وبالتحقيق على خلفية ارتكاب التورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فبالتالي القضاء الأوروبي كذلك ينتظر بصدر رحب هذا القرار كي يبني عليه أي مذكرة قد تصدر، وهذا هو مكمن تخوف الاحتلال الإسرائيلي عندما يصرح المستشارين القانونيين للجيش للمؤسسة العسكرية وللحكومة يقولون نحن سنكون في موقف حرج إذا ما أمرت محكمة العدل بوقف العدوان أو بوقف الحرب. أخيرا أستاذ عبد المجيد، أنت بالطبع تعرف أن خيبات الأمل المتكررة التي ضربت العرب في مقاتلهم والتي جاءتنا من المؤسسات الدولية جعلت الكثيرين من العرب يكفرون بتلك المؤسسات. هناك أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنه حتى هذه المحكمة مسيسة، يعني ما الذي ننتظره من قاضية أمريكية ولا قاضي مش عارف منين، يعني سياسة. أرجو وباختصار أن ترد على هذه التهمة. ينبغي أن صراحة نحافظ على ثقتنا في العدالة الدولية ونحافظ على هذا الأمل، ولو كان بصيص أمل، ولو كانت شقة أمل من نافذة شقة يدخل منها أو شقة يدخل منها شق يدخل منه ضوء، أن نحافظ عليه. نحن لنا بصيص أمل في العدالة الدولية سواء ممثلة في الجنائية في العدل الدولية أو في الجنائية الدولية. سيدي، نحن في مخاصمة مع المدعي العام، لكن رغم ذلك لن نتخلى عن سعينا الحثيث وراءه، وراء المدعي العام، رغم تصريحاته، رغم موقفه المستميت، رغم رفضه إصدار مذكرات، لكن نحن دائما نمد له يد التعاون، دائما نسعى إليه، دائما نستمع لمكتبه، دائما نقدم له ملاحظاتنا، نقدم له ملحقات طلب منا مؤخرا، نقدم ملحق بالشكاية المقدمة في 9 نوفمبر بعد اجتماعنا الذي كان في 22 نوفمبر. فبالتالي لازال لنا بصيص أمل في هذه العدالة. اليوم فقط، اليوم هو إنجاز تاريخي، يكفي اليوم، ما تم اليوم فقط هو إنجاز تاريخي. أن يقف الاحتلال الإسرائيلي بموقف المتهم وفي قفص الاتهام ويسمع ما سمعه من فريق الدفاع والفريق القانوني لجنوب إفريقيا، هذا يوم تاريخي. هذه ملحمة قضائية قانونية اليوم فقط، أما ما سيكون بعد ذلك يصدر القرار، بعد ذلك نناقش التنفيذ. صحيح. القرار في حد ذاته أن يصدر هو انتصار كبير للعدالة يا أستاذ عبد المجيد. والله كبير للعدالة الدولية، ونحن كمحامين لا نسوق إلا هذا الأمل. أملنا في العدالة، لن أفقد كلام ثقتي في العدالة، لن أقول بأن العدالة الدولية مسيسة. وماذا بعد؟ ماذا سأفعل بعد كمحامي؟ أترافع في القانون الدولي. صحيح. ماذا سأنتظر؟ صحيح. أتظاهر، أكتب البيانات، أصدر التقارير، ماذا بعد إن لم أجري وراء ويعني وراء هؤلاء المجرمين في أمام كافة المحافل الدولية، سواء العدل الدولية أو الجنائية الدولية أو القضاء الأوروبي. لا ننسى بأن هناك قضاء أوروبي، لا ننسى أن هنا في أوروبا فتحت شكايات في المقاتلين المزدوجين الجنسية، في المرتزقة، هناك شكايات فتحت الآن، عدد من الجنود ينتظرهم التحقيق هنا مزدوجين الجنسية، على اعتبار أنهم يحملون جنسية بلد ويقاتل، ارتكبوا جرائم في دولة أخرى مجرمة في بلدهم. فبالتالي هؤلاء ينتظرهم المدعي العام، ينتظرهم قاضي التحقيق للاستماع إليهم
هناك مرتزقة ذهبوا من دول أوروبا، هنا في فرنسا 4128 مرتزق ذهب للقتال ينتظره. هناك شكاية وضعت بين يدي المدعي العام بلائحة بأسمائهم بصفاتهم بجنسيتهم من فرنسا، أن يعاملوا بنفس المنطق الذي عمل معه بالمقاتلون الذين ذهبوا إلى سوريا وإلى داعش وإلى غيرها. فهؤلاء يعدون في القانون الدولي مرتزقة، ينبغي أن يسري عليهم مثلا على هؤلاء، يسري على من ذهب قتل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء كان، لأنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الأوروبي. والله يا أستاذ عبد المجيد نحن ننحني لعملكم النبيل ونقبل الأيادي التي ما تنفك تعمل لتحقيق العدل حتى في حده الأدنى. لا أحب أن أختتم هذا الحوار الكاشف معك سيدي الكريم قبل أن أسألك عن الفريق الذي يعمل معك. الهم هو فريق كبير جدا، الآن بلغ العدد ما يزيد 680 محامي من مختلف جنسيات العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، من أمريكا اللاتينية عدد كبير جدا، من دول عربية بما فيها مصر، بما فيها شمال إفريقيا، بما فيها يعني عدد من الدول، من الخليج، من إفريقيا عدد كبير من المحامين من جنوب إفريقيا. نحن معنا نقيب المحامين من جنوب إفريقيا، من عدد دول إفريقيا أخرى كبير جدا. فهو فريق دولي هو الذي كان وراء ذلك العمل الجبار الذي كان في 9 نوفمبر والذي أحرج محكمة الجناية الدولية، ولازلنا مستمرين في العمل مع الجنائية الدولية. وآخر اجتماع كان لنا في 22 نوفمبر، ولنا اجتماع مقرر بعد 10 أيام، لأننا نحن ننتظر صراحة صدور القرار كي نذهب به مع ما طلبته منا الجنائية الدولية من ملحقات في الدعوة التي قدمناها في البداية، لأن هناك تحقيق جاري. ليكون في علمكم بأن هناك تحقيق جاري، لمن لم يثق في العدالة نقول له بأن هناك تحقيق جاري في صمت فيما يحدث، وأن محكمة الجناية الدولية وفريق التحقيق يشتغل في صمت، يستغل خارج وبعيد عن أنظار الكاميرات ويشتغل، ونحن نعي الجهد الذي يقومون به. اليوم في هذا الأسبوع الماضي فقط فتحت نافذة في محكمة الجناية الدولية من أجل استقبال الضحايا وأهالي الضحايا، فهنا قسم الضحايا داخل محكمة الجناية الدولية يشتغل صراحة، خلية نحل تشتغل بشكل مكثف صراحة، وهذا طبعا لأنه لا يسلط عليه الضوء ويشتغلون في سرية، نحن مطلعين على أسلوب عملهم صراحة. هناك جهد كبير داخل الجنائية الدولية، نحن ننتظر بشائر وننتظر يعني مفاجآت كبيرة من داخل محكمة الجناية الدولية ستأتي لتعزز ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية. يا أستاذ عبد المجيد نحملك السلامة أمانة كي يعني تقدم وافر الامتنان من قبلنا لكل الفريق النبيل الذي يعمل معك، ودعني على المستوى الشخصي أنحني لك احتراما وتبجيلا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق حتى ولو أدت إلى أن ترد إسرائيل يدها ولو قيد أنملة فلا يستشهد طفل آخر. هذا في حد ذاته إنجاز هائل يا أستاذ عبد المجيد، أهم حتى من أحكام هذه المحكمة التي نترقب حكمها في القريب العاجل إن شاء الله. وافر امتناني للأستاذ عبد المجيد المراغي المحامي الدولي وعضو فريق للدعاء لملاحقة الجرائم الإسرائيلية في الجنائية الدولية. مرة أخرى أقول لكم مشاهدي الكرام إنه ما نتابعه من هذا المجهود النبيل الذي يقوم به فريق هائل من المحامين من كل أنحاء العالم يعيد إلينا بعضا من الثقة في الإنسانية، الثقة التي اهتزت كثيرا نتيجة أشياء كثيرة من بينها شيء قبيح اسمه الفيتو. إلى اللقاء.